فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين. نعم، هذا صحيح. في الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين صدقوا مع الله ورسوله ووفوا بالبيعة والإيمان، من هو خير من القرويين، يعني سكان الحواضر. فالعبرة ليست بالأفراد، وإنما العبرة في الجملة فقط. نعم. فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار، وكذلك ذم بعض أهل الأمصار. فما كل أهل الأمصار محمودين، كما أنه ما كل الأعراب مذمومين. فأهل الحاضرة فيهم مذمومون أيضا، ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كل من سكن المدينة يكون من الفضلاء، بل فيها من المنافقين أيضا. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالبادية فيها خير وفيها شر، الحاضرة كذلك فيها خير وفيها شر، لكن العبرة بالجملة، فجملة الحاضرة أفضل من جملة البادية.